الأعذار. تفاعل وحوار مفتوح في ختام ملتقى الشباب السوري الروسي في اللاذقية الذي ينظمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في الجلسة الحوارية قيم الأسرة وتحدياتها. كان طبعاً يتم النقاش حول نحن اليوم آلية استهداف الأسرة، اليوم نحن شو غاية من مفاهيم ومعتقدات النيوليبرالية باستهداف الأسرة بحد ذات. الأسرة اليوم ما عم نحكي عن أب وأم، اليوم نحكي عن قيم الأسرة، اليوم نحكي عن مفهوم الأسرة. اليوم بدنا الأسرة هي بالنهاية مكون المجتمع، فلما أنت بتدمر الأسرة بالنهاية هو تدمير المجتمعات. اليوم مجتمعاتنا لا شك هي مجتمعات متشابهة بيجمعنا نحن روح الشرق سواء كسوريين أو روسيين، وبالتالي في غايات واضحة الليبرالية لضرب مجتمعاتنا والهيمنة الثقافية على عقول شبابنا، وبالتالي تسويق الأفكار والمعتقدات اللي حابين ينشروها. بالإضافة طبعا الجلسة هي رح تكون حول الهوية والانتماء المواطني طبعا من عدة مناحي. في مناحي تم مناقشته طبعا كان موجود معنا الدكتور عقيل محفوظ وباحث في علم الاجتماع، أيضا كان موجود معنا أحد أساتذة الدكتور باسن زيتي هو أستاذ الذكاء الصنعي في جامعة شنين في كلية الهندسة المعلوماتية، اللي حكى عن التقنيات الحديثة والتكنولوجيا اللي من خلالها عم يسيطروا على عقول الشباب. اليوم راح يكون معنا المخرج باسن الخطيب لنحكي أيضا طبعا عن موضوع الهوية من ناحية الموروث الثقافي، من ناحية خليني أقول التراث الثقافي الأدبي الفكري السينمائي، كل هي التفاصيل اللي هي بتعزز مجتمعاتنا، بتعزز خليني أقول وحدة التماسك هي المجتمعات اللي لازم نحن نركز عليها في مواجهة هي القيم. بالإضافة طبعا للدكتور همام سعد اللي كان موجود معنا اللي حكى طبعا عن المواقع الأثرية بسوريا وآلية استهداف هاي المواقع وأهمية هي المواقع طبعا كموروث ثقافي وكهوية لنا كسوريين. وجودنا اليوم باللقاء الشبابي اللي موجود هون بسوريا، اللقاء بين الشبيبة الروسية والشبيبة السورية، هو كتير مهم لحتى دائما نسلط على الضوء انه دائما في رأي آخر. للأسف نحن بأيامنا الحالية فيه فقط صوت واحد عم بيكون مسموع، وهذا الصوت المسموع بغض النظر هل هو يناسب قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا أو ما بيناسبها، دائما لازم يكون في طرف آخر من القصة مسموع. اليوم أنا بتمنى يكون هو البداية، الحقيقة البداية لنقول انه نحن صوتنا واضح، قيمنا واضحة، مفهوم الأسرة بالنسبة لنا هو مفهوم واضح ولا يقبل المساومة. نحن أسرتنا مبنية على التقاليد الشرقية اللي نحن منشوف حالنا فيها ومنفتخر فيها، وعلى هذا المبدأ نحن مستمرين، ولازم دائما صوتنا يضل مسموع لحتى نتلقى الدعم، لحتى دائما أسرتنا تكون ركائزة وأسسة قوية وتقدر تصمت بوجه الدعاية الغربية اللي دائما عم تحاول تقوض هاي الأسس. اليوم أمام المعركة تجاه الغرب، المعركة التي يخوضها الغرب ليس العسكرية فقط وإنما الاجتماعية والثقافية، محاولة النموذج الليبرالي الغربي لغزو عقول شبابنا، لابد لنا نحن أيضا بالمقابل أن نقوم بالتحصين، والخطوة الأولى في التحصين تكون من خلال الأسرة، من خلال الحفاظ على قيم الأسرة، من خلال التركيز على الجانب الإيماني في هذه الأسرة. هذا كان يعني النقاشات، أغلب النقاشات دارت حول هذا المحور. تشاركنا التجربة مع الأصدقاء الروس نتيجة وجود الكثير من القواسم المشتركة، لأننا جميعا نريد أن نحمي مجتمعاتنا، نريد أن نستمر، نريد أن ننتصر، والنصر لا يكون في ميادين القتال فقط وإنما في الميادين الاجتماعية والأسرية بالدرجة الأولى، وهي التي تمهد لكل الانتصارات والميادين الأخرى. كانت مشاركتي اليوم الحقيقة عن قيم الأسرة السورية والتحديات التي واجهتها من جراء تبعات الحرب، مشاركة جميلة وجدا مفيدة. اكتشفنا أوجه التشابه بأهمية الأسرة
بالنسبة للمجتمع سواء الروسي أو السوري، اكتشفنا أنه كتير نشبه بعضنا بهذا المجال، قيم الأسرة متشابهة بين دعم الدولة للأسرة أيضا متشابه، والحرب التي يشن علينا الغرب المتوحش أيضا متشابهة، لأننا دول ذات قرار مستقل تحاول أن تبني تنمية مستقلة، تنمية مستقلة تحاول أن تقف في وجه قيم الليبرالية الحديثة التي تهدف إلى تفكيك المجتمعات وإلى تفكيك الأسر وإلى إشاعة قيم غريبة عن الثقافات وعن الأديان بكل المجالات. تضمن الختام لقاء حواريا حول الهوية والانتماء بعد عرض فيلم دمشق حلب للمخرج باسل الخطيب. كانت فرصة حلوة انه نعرض للأصدقاء الروس جانب من تجاربنا السينمائية ونحكي عن هذه التجارب، باعتبار انه دائما بنطمح لانه تكون العلاقة بين الشعبين عميقة وواسعة وعلى اكثر من مستوى. بهمنا أنه نكرس هذه العلاقة على المستوى الثقافي والفني والإبداعي، مو بس على المستوى السياسي والعسكري. هذا الملتقى بيتيح هيك فرصة، وحسب ما هيك لمست اليوم من خلال عرض الفيلم أنه أصدقائنا الروس تفاعلوا مع الفيلم بحرارة وتحمسوا هيك مثل المشاهد السوري تماما. فهي الملتقيات ضرورية لحتى فعلا يصير في معرفة وثيقة من قبلهم لحياتنا ولمجتمعنا بسوريا. باختصر أني كنت سعيد كتير، سعيد ومتفاجئ، يعني ما كنت متوقع أن يكون في المستوى بالجدية ومستوى بالعمق والتركيز بالأسئلة والمداخلات. هي شغلة كتير مهمة، يعني نحن عادة في عنا بشكل عام، نحن يعني بالناس بيحكوا بكل المنتديات والثقافات دائما في شطحات بيطلع برا الموضوع بيفرع كتير. هون كان في كتير تركيز، كانت واضحة النقاط. التفاعل بين شبابنا وبين الشباب الروس كان كتير عظيم، يعني كان دائما في لغة راقية بالاستفسار، يعني ما بدي أقول أنا بالحوار، يعني كان دائما في محاولة من الطرفين مشان كل واحد يعرف. يمكن بالنسبة للروس نحن ورجناهم شيء حقيقي على الأرض، يعني شافوا آثار وشافوا، بس بالنسبة للسوريين كانوا شغوفين أن يعرفوا أشياء عن تجارب روسية بمجالات مختلفة وبكل المواضيع اللي انطرحت، يعني سواء بالأسرة أو بالمجتمع أو بالحوار. ملتقى يحقق الفائدة للشباب ليكون أساساً للقاءات أخرى في تبادل الخبرات وتحسين القدرات. الفرصة التي يتيحها هذا الملتقى هو التعرف على وجهات نظر الطرفين ونقل الحوارات من مستوى المؤسسات الرسمية ومن مستوى الحكومات إلى مستوى المجتمع، وبالتالي اليوم هذا الحوار يشكل فرصة للتعرف على الفرص والتحديات المشتركة بيننا وبين الجانب الروسي. إضافة إلى ذلك أن هناك العديد من القضايا المشتركة، وهي هذه القضايا موجودة على شكل محاور في ملتقى اليوم، وهي متعلقة بالانتماء والهوية والمواطنة، كذلك قضايا الأسرة ووسائل الإعلام. هناك العديد من التحديات التي تجمع البلدين، وهناك العديد من الفرص التي يمكن العمل عليها. هذا الملتقى يحاول استكشاف هذه الفرص، تعزيزها، تطويره. هو بداية، سيكون باعتقادي سيكون هو عبارة عن بداية لسلسلة طويلة من الاجتماعات والتعاونات التي قد تأخذ، لا تأخذ فقط أشكال حوارية، قد تأخذ أشكال برامج عمل وحتى برامج تمكين. نتعرف على الصبية المشاركة اليوم بالملتقى. Познакомимся с девушкой, которая участвует в этом форуме. Очень приятно, меня зовут Дарина. Форса Сагиди, сми Дарина. أهلا وسهلا، بدنا نحكي، تحكي لنا اليوم عن الملتقى باليوم الثالث، كيف انطباعك وشو رأيك فيه؟ Расскажи нам о своем впечатлении в третий день этого форума. Вместе с сирийской молодежью شباب السوري في حديثنا معه نجد حلولا للصعوبات التي تواجه بلدينا ونتقاسم الخبرة سوية.
قديش حلو هاي الخبرات تبادلوها بين ثقافتين مختلفتين. نحن نتصل مع بعضنا وتعارفنا مع الشباب السوري ونتقاسم انطباعاتنا عن عما يحدث في بلدينا وفي العالم. احنا بدنا نرحب فيكي وكثير انبسطنا بوجودك. مي بريفيسويو فاس اي رادي فاشم بريسيوسويو. Я надеюсь, что такие молодежные форумы будут продолжаться и дальше. أمل أن تستمر هكذا ملتقيات في بلدينا. مرحبا. أنا كثير معجب بمدينة اللاذقية. ناقشنا مساعدة الدولة الشباب والطلاب ومساعدة الدولة الروسية والسورية متشابهين. أنا واثق أنه يوجد مستقبل زاهر للشباب السوري. أول مرة ماكسيم بيجي على سوريا؟ بيرفي راس في سوريا؟ دا إتو موي بيرفي راس. أول مرة. شو انطباعك عن هذا المكان وخاصة باللاذقية؟ Какое впечатление у вас об этом месте и вообще в Латакии? Это очень красивое место. Макан раэ, жамил, ва يعجبني الشعب السوري منفتح. الشيء الحلو بهذا الملتقى انه كان المشاركه من الجانبين، الشباب على سويه عاليه من الثقافه وعندهم تاريخ منيح من التجارب والخبرات بالمجتمع، اللي اكتشفناه انه نحن عندنا كثير قيم مشتركه وقضايا مشتركه واهداف مشتركه، كمان ناقشنا مواضيع كثير مهمه بتهم البلدين والشباب بالبلدين مثل الاسره، مثل النيوليبراليه، تعزيز قيم الهويه، المواطنه، الثقافه، واطلعنا على تجارب بعض بهذا الموضوع، كمان نحن مو بس اطلعنا على تجارب بعض وانما اقترحنا وخرجنا بمخرجات كثير مهمه، نتمنى انه تلقى يعني طريقه للتنفيذ مستقبلا. قديش حلو دمج الثقافتين مع بعض وقديش كمان دور الشباب لتعزيز هي القيم اللي تعلمتوها. مو بس هيك، نحن كمان اكتشفنا شيء كثير حلو انه مو بس خلال اللقاءات باوقات الاستراحه والاحاديث الجانبيه كانت على نفس اهميه المواضيع اللي طرحت، في كثير افكار مسبقه كانوا اخذينها عن سوريا نتيجه الاعلام طبعا، نتيجه الصور الحرب، في كثير اشياء تفاجئوا فيها عن المجتمع، عن انفتاحه، عن تطوره، عن ثقافته، حتى عن المستوى العلمي والاكاديمي، عن حتى يعني اثار الحرب، على قد ما هي كبيره على قد ما واصله لعندهم يمكن بطريقه اخف وقعا، وحتى حكينا عن التعاون بين البلدين ان كان على المستوى السياسي العسكري، حتى بترميم الاثار، ترميم ما خربته الحرب، الباسات الروسيه اللي عم تجي اللي عم تساهم بمساعده الشعب السوري للخروج من تبعات الحرب. То, что мы сегодня обсуждаем, ما ناقشناه اليوم مهم، هو حفظ الشرق ضد توجه الغرب، ضد الهجوم الغربي، على عاتقنا المهمة التي كلفنا بها من رئيسينا وعلى عاتقنا تنفيذ هذه المهمة. اليوم تجربة الملتقى السوري الروسي هي تجربة فريدة من تجارب الحوار الموجودة على مستوى سوريا، يوجد الكثير من المعلومات الجديدة والخبرات الجديدة التي نتشاركها مع الجانب الروسي، نتبادل المعلومات المفيدة بين الوفدين عن محاور الملتقى، وهناك محاور رئيسية ومهمة على مستوى الوطن، منها الانتماء والهوية، وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي والأسرة، إضافة إلى أهمية الأسرة في المجتمعين السوري والروسي، كون الأسرة هي مكون أساسي للمجتمع السوري وأهميتها وما تعطيه من ضوابط وانطباعات جيدة للمجتمع، بالإضافة إلى ذلك هي مهمة أيضا في روسيا، وهناك اهتمام كبير بها، على سبيل المثال العام الحالي في روسيا اسمه عام الأسرة، فهذه الاهتمامات المشتركة بيننا وبينهم تعطي حالة إيجابية للملتقى والحوار وتكون بناءة جدا في هذا المجال. يشكل الملتقى فرصة لتبادل الثقافات والأفكار بين الشباب وتعزيز قيم الانتماء والمواطنة.